السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناتنا في فيديو جديد. فيديو اليوم سنخصصه إن شاء الله لشرح واجهة هواتف شركة شاومي، وبالضبط هما علامة ريدمي وعلامة بوكو. لهما نفس المميزات تقريبا، فقط مع بعض الاختلافات البسيطة. الهاتف الموجود عندي الآن هو هاتف ريدمي. هذه مجموعة الأيقونات الموجودة على سطح مكتبه. من أجل رؤية الاختصارات التي نستعملها بكثرة في اليوم عند استعمال هذا الهاتف، أقوم بسحب الشاشة نحو الأسفل، يعني أضع إصبعي الفوق على الشاشة ثم أقوم بالسحب نحو الأسفل. هكذا تلاحظون مجموعة الأيقونات، مجموعة الاختصارات. نبدأ بشرح كل أيقونة أو شرح كل اختصار. أول شيء حتى أحيطكم علما، أن الأيقونة التي تجدون أن لونها أبيض فإنها غير مفعلة، ولما يصير لونها أزرق تصير مفعلة. يعني انتبهوا لهذه الملاحظة، انتبهوا لها جيدا. التي تكون باللون الأزرق فهي مفعلة تلك الأيقونة، يعني ذلك الاختيار. أما التي تكون باللون الأبيض فهي غير مفعلة. نبدأ في الشرح على بركة الله. الأيقونة الأولى التي ضغطت عليها هي تشغيل بيانات الهاتف، يعني تشغيل الانترنت الخاصة بالهاتف. يعني لما أفعلها يصير لونها أزرق، وإلغاء التفعيل يصير لونها أبيض عادي. الأيقونة التي بالقرب منها كلكم تعرفونها هي أيقونة الواي فاي، أو بالإنجليزية الواي فاي، وبالعربية أو الفرنسية نقول واي فاي، التي هكذا يتم تفعيلها. ومن أجل إلغاء التفعيل نضغط عليها مجددا، يعني كما أشرنا. الأيقونة التي مكتوب فيها أو موجود فيها رمز المصباح هي أيقونة المصباح فلاش لايت. الأيقونة التي فيها رمز الجرس ومكتوب فيها ميت هي أيقونة الوضع الصامت، يعني لما أضغط عليها يصير الهاتف في وضع الصامت، ولما ألغي تفعيلها يصير الهاتف في الوضع العادي. الأيقونة هذه الموجود فيها مقص ومكتوب فيها سكرين شوت، أنا يعني الهاتف عندي في باللغة الإنجليزية سكرين شوت، يعني لقطة الشاشة. لما أضغط عليها أتحصل على لقطة الشاشة، يعني لما أكون في برنامج أو تطبيق أو يعني فيديو أو ما شابه، وأردت أن أخذ منه لقطة، يعني لقطة الشاشة، أضغط عليها كما لاحظنا. مثلا أدخل إلى البلاي ستور مثلا وأريد أن أخذ منها لقطة، أضغط على سكرين شوت، لاحظوا أن هذه هي لقطة الشاشة، ويمكنني أن أعدل فيها كما أشاء، يعني أقوم بحفظ الجزء الذي أرغب فيه من شاشة الهاتف، ثم أضغط على سيف، يعني تسجيل أو ديلت من أجل المسح. مثلا أقوم بحفظها وتصل عندي لقطة الهاتف. أعود إلى الأيقونات. الأيقونة التي بالقرب منها هي أيقونة بلوتوث معروفة، يعني إلغاء التفعيل تظهر لي يتم تفعيل بلوتوث، وإلغاء التفعيل هكذا مرة أخرى. الأيقونة التي فيها حرف A والتي كما ترون أنها باللون الأزرق هي مفعلة، ولو تقرأون بالإنجليزية Auto Brightness. ما معنى هذه الكلمة؟ هي الوضع الأوتوماتيكي لإضاءة الهاتف. هذه استعملها والكثير من الناس يغفل عنها، يعني لاحظت أن الكثير من الناس يغفل عنها رغم أنها مهمة جدا جدا. هذه تضع الهاتف في الوضع الأوتوماتيكي للإضاءة، يعني في الشاشة فيها حساس للضوء الخارجي، ولما أقوم بتفعيلها كما أنا الآن الإضاءة يتم تغييرها أوتوماتيكيا، يعني بدون الحاجة إلى إعادة يعني الزيادة أو نقصان. ولما أقوم بإلغاء التفعيل لاحظوا هنا في الأسفل في هذا الشريط يمكنني أن أزيد أو أنقص في إضاءة شاشة الهاتف. هكذا أزيد، لاحظوا أن الإضاءة صارت قوية، وهكذا صارت ضعيفة.
مثلا أضعها في الوضع الأقصى وهذا مضر بالصحة بصحة العينين، لما أضغط على الحرف A يعني هذه أيقونة الA يعني إضاءة الشاشة، لاحظوا تابعوا هنا في الأسفل إضاءة شريط الإضاءة كيف يرجع إلى الوضع الأوتوماتيكي، لاحظوا أنه نزل إلى وضع أوتوماتيكي، وهذا الوضع يعني هذا الكمية من الإضاءة غير مضرة بعين الإنسان. الكثير من الناس يغفل عنه ولا يقوم بتفعيله رغم أنه مفيد جدا. أنا دائما أقوم بتفعيله ولا أقوم أبدا بتغيير الإضاءة بالوضع اليدوي، كما قلت لما أقوم بإلغائه يصير الوضع اليدوي يعني أنا أتحكم فيها يدويا، ولما أضغط على الحرف A يعني يتم تغييرها أوتوماتيكيا، يعني لما أكون في مكان مضيء الإضاءة آليا تزيد، ولما أكون في مكان مظلم كما أنا الآن الإضاءة يعني آليا تنقص. الأيقونة التي فيها رمز الطائرة معروفة هو وضع الطيران، والهدف منه من أجل جعل يعني إبطال جميع الشبكات، شبكة الهاتف وشبكة الواي فاي، من أجل يعني خاصة لما أكون في مكان مثلا في اجتماع أو في درس أو ما شابه حتى لا يرن الهاتف، أقوم بإلغاء جميع الاتصالات بتفعيل وضع الطيران، وهكذا أقوم بإرجاعه إلى الوضع الأصلي. الأيقونة السفلية المكتوب فيها كلمة لوك وفيها رمز القفل، هي لما نضغط عليها يتم قفل الشاشة. الأيقونة التي بالقرب منها فيها رمز سهم ومكتوب لوكيشن أو بالفرنسية جي بي اس، والعربية نظام تحديد المواقع، هذه هكذا غير مفعلة ولما أضغط عليها يتم تفعيلها. وتلاحظون ربما اكتشفتم أن الكثير من التطبيقات الآن تطلب مني تحديد المواقع يعني لأغراض مختلفة، خاصة برامج الخرائط أو ما شابه تطلب مني هذا، ويمكنكم تفعيلها. ولما لا نستعمل مثل تلك البرامج يجب أن نقوم ب إلغاء التفعيل حتى أحافظ على شحنة البطارية. الأيقونة التي بالقرب منها مكتوب فيها Lock Orientation يعني توجيه العمودي والأفقي لشاشة الهاتف، هكذا لما أنا تشاهدونها باللون الأزرق يعني أنها مفعلة، يعني أنني لا أقوم بالتدوير الأوتوماتيكي للشاشة، وهكذا يتم التدوير الأوتوماتيكي للشاشة، وهذا تستعملونه في التطبيقات. مثلا هكذا أنا ألغيت التفعيل، لما أقلب الهاتف إلى الوضع أفقي تلاحظون أنه عاد صارت الشاشة أفقية، ولما أعيد إلى الوضع أضع الهاتف بوضع عمودي ترجع الشاشة عمودية. أما لما أقوم بإلغاء تفعيل التدوير الآلي للشاشة هكذا، حتى ولو أقوم أن الآن قمت بقلب الهاتف بقيت الشاشة عمودية دون أن تتغير. الأيقونة التي بالقرب منها سكانر نستعملها من أجل إجراء مسح لكود كي آر، والذي نجده في بعض الأجهزة الإلكترونية والشركات وبعض التطبيقات وحتى في بعض المواقع. انتشر مؤخرا في السنوات الأخيرة ولاقى رواجا واستعمالا كثيرا، بحيث أن كل شركة أو كل تطبيق تقريبا تجدون له كود خاص يتم تفعيله. لما نقوم بتفعيله أضغط عليه فيتم تفعيل الشاشة هكذا، لاحظوا أن الشاشة تقوم بإجراء مسح للتطبيق الذي يكون أمامك، وكلكم تعرفون هذا، نقوم بإلغاء هذا الأمر، أرجع
الآن إلى الواجهة الثانية، الصفحة الثانية، تلاحظون هذا الذي فيه رمز العين هو ريدين مود، يعني وضع القراءة، استعمله لما أكون أقرأ شاشة، أقرأ كتاب أو يعني نص أو ما شابه، أضغط عليه تلاحظون أن الشاشة صار لونها أخضر، يعني نقصت الإضاءة أو نقصت شدة الألوان، وهكذا ترجع إلى الحالة الأصلية. الذي الأيقونة التي بالقرب منه دارك مود بالإنجليزية، بالفرنسية مود دومبر، وبالعربية الوضع المظلم. هذه الخاصية نجدها في أغلب الهواتف والحواسيب الجديدة وحتى في المواقع. الهدف منها، ويغفل منها الكثير، الهدف منها هو حماية العين من إضاءة الهاتف، خاصة لما نكون في مكان مظلم أو نكون في الليل. لاحظوا لما نقوم بتفعيلها تصير خلفية الشاشة كلها سوداء، وهذا من أجل الحفاظ على صحة العين من إضاءة الهاتف. لكن للأسف الكثير من الناس يغفل عنها ولا يفعلها. مثلا أنا أتحدث عن نفسي، دائما أفعلها لما أكون في مكان مظلم أو أكون في الليل، من أجل الحفاظ على العين من إضاءة الهاتف، وهكذا يتم إلغاؤها. وكملاحظة هذه الخاصية نستعملها لما نكون كما قلت في مكان مظلم أو في الليل. في مكان مظلم الإضاءة ضعيفة، أما لما نكون في مكان مثلا في النهار أو في مكان حتى ولو في مكان إضاءته قوية فنستغني عنها. الأيقونة التي بالقرب منه دي أندي، مكتوب فيها رمز دي أندي، وهو اختصار لكلمة بالإنجليزية don't disturb، do not disturb، يعني وضع عدم الإزعاج. لما أضغط عليها يصير الهاتف الخاص بي، يعني نستعملها كما قلت في الليل لما هو وضع عدم الإزعاج، لما أريد أن أنام ولا أريد أن يتصل، لا أسمع، لا أريد أن أسمع مكالمات الإزعاج ولا شيء، خاصة في الليل أو في لما أخذ قيلولة أقوم بتفعيلها، فالهاتف يصير لا يرن، يعني لا يوجد الرنة ولا توجد الاهتزاز، وهكذا أقوم بإلغاء. لما لاحظوا لما أفعله يصير لون أزرق، ولما ألغي تفعيله يصدر هذا الصوت، يعني يصير الهاتف في الوضع العادي، وهكذا يصير في الوضع وضع عدم الإزعاج. نعم، الأيقونة التي بالقرب من باتري سايفر، وهي أيقونة الحفاظ على شحنة البطارية. الهدف من هذه الخاصية الحفاظ على شحنة البطارية حتى تستمر لأطول فترة ممكنة. هذا الوضع أو هذه الخاصية تقوم بالإقلال أو منع مجموعة من الرنات والاهتزازات في التطبيقات وبعض البرامج. وفي هذا الرمز الذي فيه رمز البرق الترا باتري سيفر، لها تقريبا نفس دور باتري سيفر، حافظ شحنة البطارية، لكنه يضع في الوضع الأقصى، الترا يعني في الوضع الأقصى. كيف لما أقوم بتفعيله يصير الهاتف كأنما هو هاتف بسيط، يعني يتم إلغاء جميع التطبيقات دون، يعني انتبهوا، لا يتم حذفها، وإنما لا يتم حذف تلك التطبيقات كما قلت، وإنما إلغاء تنشيطها فقط. يعني يصير الهاتف كأنما هو هاتف قديم، فيه فقط ماذا يبقى فيه؟ يبقى فيه فقط الاتصالات، يعني المكالمات والرسائل والمنبه، مع خاصية إضافة أمر آخر فقط هو الواتساب فقط. أما الفيسبوك ومجموعة التطبيقات الأخرى فكلها يتم إلغاء تفعيلها، أكرر وأعد، يتم إلغاء تفعيلها فقط. ولما نقوم بالرجوع إليها مجددا يتم استعمالها كما الآن أقوم بتفعيلها، وسوف تشاهدون كيف يصير الهاتف. لاحظوا هنا يعطي لي الوقت المعتمد، لاحظوا يصير الهاتف في الوضع المظلم، وكذلك
كما قلت كل التطبيقات الأخرى يتم حتى ولو تقوم بتدوير يعني ضغط سحب شاشة الهاتف، لكن ولا شيء تلاحظ تجدونه، يعني التطبيقات الأخرى كلها يتم إلغاؤها، فقط الحفاظ على الاتصالات والمكالمات وإضافة الواتساب فقط، أما التطبيقات الأخرى فكلها يتم إلغاء تفعيلها. وإذا أردت الخروج من ذلك من تلك من هذا الوضع، أضغط على إكزيت الموجودة هنا فيتم الرجوع إلى الوضع الأصلي. نعم كما شاهدتم الأيقونة التي بالقرب من كاست الموجود فيها شاشة، هي يتم ربط شاشة الهاتف مع شاشة الحاسوب، يعني باستعمال شبكة البلوتوث وشبكة الواي فاي يتم ربط شاشة الهاتف مع الحاسوب أو التلفاز. لاحظوا لما نقوم بتفعيلها، لاحظوا ماذا كتب لي، يقوم بالاتصال بين الهاتف وشاشة شاشة الحاسوب أو شاشة التلفاز، مع الشرط الذي يطلب منه كما تلاحظون أن يتصل الهاتف والتلفاز مع نفس شبكة الواي فاي. هذه الأيقونة التي تلاحظون فيها رمز يعني مربع وفيها سهمين بالإنجليزية فلواتين ويندو، يعني تصغير الشاشة. لما نضغط عليها مثلا أقوم بأن الآن في بلاي ستور وأردت أن أصغر شاشة الهاتف، لاحظوا أضغط عليها، تلاحظون ماذا صارت شاشة التي فتحت فيها تطبيق بلاي ستور صارت كما تشاهدون صارت صغيرة، يعني يمكنني الآن أن أتصفح في تطبيق آخر مع وفي نفس الوقت شاشة أو التطبيق البلاي ستور أو تطبيق آخر يكون مشغل في نفس الوقت كما تشاهدون أمامكم. ومن أجل إلغائه أقوم بالضغط على زر الرجوع. الأيقونة الأخرى بالتايم مود، هذه لما أضغط عليها التي فيها رمز السهم، هي لاحظوا بالموازاة يتم تفعيل وضع عدم الإزعاج، وتلاحظون أن الشاشة صارت بلون أبيض، لون الأبيض والأسود، وهذا يعني هو أيضا خاص بعدم الإزعاج وإنقاص من ألوان الشاشة، وألغي تفعيله كما تلاحظون، يعني هو هذا الوضع يعني تقريبا هو وضع عدم الإزعاج لكن في وضع أقصى. هنا كما تلاحظون الأيقونة الأخرى التي فيها رمز الكاميرا ومكتوب سكرين ريكوردين، وهي رمز أو تطبيق خاص بتسجيل شاشة الهاتف والذي استعمله أنا الآن، هذا يسمح لك بتسجيل كل ما يحدث على شاشة الهاتف، يعني تسجيل فيديو، يعني كما أنا أقوم الآن أقوم باستعمال الهاتف وأسجل لقطة الهاتف على شكل فيديو. وهذا التطبيق، هذا الاختصار، يغنيك تماما عن تحميل تطبيقات تسجيل شاشة الهاتف، يعني مفيد ومفيد جدا. الأيقونة التي خلفه فيبريت، يعني الفيبريشن أو بالفرنسية فيبراسيون وبالعربية الاهتزاز، هكذا الوضع، وضع الاهتزاز غير مفعل وهكذا مفعل، يعني لما يتصل بأحد أو ما شابه، يعني يكون وضع الهاتف يهتز. أيضا بعض التطبيقات فيها وضع الاهتزاز ولما أقوم بعدم تفعيله لا يهتز الهاتف. الأيقونة التي فيها دائرة صغيرة وقوسين، يعني مكتوب فيها فوكس مود، الهدف منها هو تعطيل بعض التطبيقات عن التشغيل، مثلا عندي تطبيق ولا أريد أن يعني لا أسمح لي أبنائي بالدخول فيه، لاحظوا أضغط على فوكس مود، يعني تقريبا قفل ذلك التطبيق أو وضعه في وضع مؤقت، يعني إيقاف مؤقت. لاحظوا مثلا أقوم
وضعت هذا التطبيق مثلا انجري بيرس، وضعته في وضع الايقاف المؤقت حوالي في ايقاف 5 دقائق، او يعني يمكنك تغيير تغيير المدة كما تشاء. مثلا اريد ان اضع هذا جي ام سكرين في وضع ذلك. لاحظوا لما اذهب الى هنا، هنا لاحظوا صار لونه غير يعني مضبب. ومثلا هذا ايضا انجري بيرس، التطبيق الاخر تطبيق الالعاب، لو اضغط عليه لاحظوا ماذا تخرج لي: انجري بيرس اند اذر ديسكريشن ابس ار بوست رايت ناو يوز اب فور 5 مينتس. يعني ماذا قال؟ قال لك انه هذا التطبيق مع بعض التطبيقات الاخرى هي في حالة الايقاف المؤقت، يمكنك استعمالها لمدة 5 دقائق، يعني بعد 5 دقائق يتم إعادة تفعيلها كما كانت في السابق. يعني يمكنني، لاحظوا هنا، يمكنني أن أقوم بإلغاء تفعيله بالضغط على turn off now وأعيد. لاحظوا أن التطبيق صار يشتغل عادي، حتى لو يعني لو أدخل فيه يجي يشتغل بصفة عادية. نعم أعيد. الوضع الآخر أو الأيقونة الأخرى أوت سبوت، ما هي؟ هي أيقونة مشاركة الواي فاي من خلال هاتفي أنا، يعني أقوم بمشاركة الأنترنت الخاصة بي مع هاتفي المحمول أو تلفاز أو مع أحد الأصدقاء، أضغط عليهم وكلكم تعرفون هذا. يعني لاحظوا مشاركة الهاتف، مشاركة بيانات الهاتف صارت مفعلة، ولاحظوا أن لا أحد متصل، ويمكنني أن أغير فيها كما أشاء بالضغط على عليها، وتحصل على مجموعة التعديلات والإعدادات المختلفة. نعم، هناك الهواتف الأخرى يعني التي تكون أكثر تطورا مثل ريدمي نوت برو أو الأعلى أو النسخ المتأخرة، تجدون فيها العديد من البيانات أو العديد من الأيقونات الأخرى. هنا أضغط على إيديت، يعني يمكنني التعديل فيها أفقيا أو عموديا كما أشاء. وهذه الأخرى نير بي شير، يعني أيضا لمشاركة البيانات، لما أضغط عليها تلاحظون أنه يمكنني أن أشارك بعض البيانات الأخرى، أقوم بإلغاء تفعيلها. في الأسفل تلاحظون لما أضغط في الوسط هذه الدائرة ترجع لي الأيقونة، أيقونة سطح المكتب، وهذه تعطيني الأيقونات أو التطبيقات المشغلة، يعني يمكن أن أصل إليها بالاختصار. وهذا السهم هو سهم الرجوع، وهذا الأيقونة الأخرى التي فيها رجل لما أضغط عليها عندي مجموعة الاختصارات، اختصار الصوت، اختصار الإشعارات، مجموعة الاختصارات المختلفة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط، أتمنى لا أكون قد أطلت عليكم. المهم يا جماعة، هذه الاختصارات كلها كما قلت تجدونها في هواتف ريدمي وهواتف بوكو، حتى أن تقريبا حتى العلامات الأخرى أوبو أو سامسونج أو نوكيا تقريبا صارت لديها تقريبا نفس الاختصارات مع بعض الاختلافات، ما هو بعض الأمور الزائدة. يعني حاجة بسيطة يمكنكم استعمالها كما تشاءون. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط والمتواضع، وأتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم. نلتقي إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.